نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية مبادرة أنت الحياة، وذلك بقرية نجريج إحدى قرى مركز ومدينة بسيون، وذلك ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسة بهدف دعم الأسر المستحقة ورسم البسمة على وجوه الأطفال ونشر الثقافة والوعي بين المواطنين. وتتضمن الفعالية العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، وأيضا سداد ديون الغارمين والغارمات بالتعاون مع مصر الخير، إلى جانب التوعية بمخاطر المخدرات، وأيضا الحث على القراءة والكتابة من خلال معرض الكتاب، إلى جانب القوافل الطبية سواء الكشف على قلوب الأطفال أو أسنانهم. وتضمنت أنشطة المبادرة ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية للشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.